لكن أمر رائع حقيقة أن نشاهد في ظل تلك الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى العالم الإسلامي تزايد إقبال البريطانيين. يعني نشاهد مثلا في فرنسا غلق العدد كبير من المساجد، وتحدث من السلطات هناك عن أن تلك المساجد تحض على العنف والكراهية في اتهامات واضحة بأنها باطلة ومزيفة. كيف تتابع هذا الأمر؟ طبعا أخي الفاضل، أنت تعلم والجميع يعني بأن فرنسا تعادي الإسلام والمسلمين وتحارب الإسلام والمسلمين وتريد أن تمنع هذه الدعوة وأن تمنع انتشار هذا الدين الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم. وهذا دين الله سبحانه وتعالى لن يوقفه أحد، لا فرنسا ولا مكرون ولا غير فرنسا، لأن أمر الله سبحانه وتعالى واقع، شاء من شاء وأبى من أبى. الدين هذا الذي يقبل عليه هؤلاء الشباب وهؤلاء كما قلت لك المثقفون وهؤلاء الباحثون والدارسون، إنما علموا علم اليقين بأنه هو الدين الحق، بأنه هو آخر الأديان، بأنه هو الذي يدعو إلى التسامح ويدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى التكافل ويدعو إلى العدل ويدعو إلى كل هذه القيم الإنسانية العظيمة التي بشر بها الإسلام ويدعو ودعا ويدعو إليها الإسلام. لذلك هم يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يشكل يعني عقدة لدى العلمانية، خاصة العلمانية المتوحشة اللائكية الفرنسية. وفرنسا تختلف بعض الشيء عن بعض الدول الأوروبية، فبريطانيا فيها هي أكثر تسامحا مع المسلمين ومع مساجدهم ومع مؤسساتهم، ونرى هذا في كل الحقيقة عندما ترى أن في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات وفي المطارات وجود المساجد، وفي المدارس ما يسمحون لهم بصلاة الجمعة ويعطونهم مكان ليصلوا فيه الجمعة، وكذلك يحتفلون بأعياد بعيد الفطر وعيد الأضحى. يعني يختلف المشهد البريطاني يختلف عن المشهد الفرنسي، وربما يختلف عن المشهد الغربي ككل.